طبعا من انطلاقتنا لموضوع حلقتنا اليوم عن جماليات الخط العربي الى انطلاقه اجمل بوجود ضيف مبدع ومميز بهالمجال هذا، طبعا الاستاذ نواف الرحماني هاوي خط عربي. انا سعيده جدا بوجودك ويانا برنامج شباب قول وفعل. يمكن تكلمنا ودردشنا عن الخط العربي وعن كثير من الامور بشكل عام عن الخط العربي، واكيد وياك راح نتعمق اكثر واكثر من خلال هوايتك وحبك لهالمجال هذا. حياك الله معنا. الله يحييك ومشكورين على الاستضافه. أنت اللي مشكور على تلبية الدعوة الجميلة هذه نواف. وإحنا قلنا الخط العربي له ارتباط مباشر بثقافتنا وبتاريخنا العربي الجميل. لو نقول الحب هذا المرتبط بالثقافة والتاريخ الجميل، متى بلش معاك ومتى خطيت خلنا نقول أول ربع مخطوطة؟ ما نبي نقول مخطوطة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بدايتي كانت عادية، كان عمري 5 سنين تقريبا، نفس بداية أي أهلي يكتب على الطوفة وشخبط. حلو. بعدين اتجهت إلى الرسم، ومن الرسم قمت أكتب. فمن عمري يمكن تقريبا 5 سنين شوي شوي قمت أدرس وقمت أتطور يوم عن يوم، وكان يحين الحمد لله. ما شاء الله، يعني من عمر 5 خلنا نقول لغاية الآن وانت خطاط رائع ما شاء الله عليك. قاعدين نشوف مجموعة من الأعمال راح نوريكم إياها بإذن الله بعد شوي. ما عليك، انت ماخذ راحتي شوي أنا بس، والحين راح نبلش بالأسئلة اللي مثل ما يقولون في الصميم، وراح تفيدنا شلون نواف وصل إلى هذه المرحلة وشلون طور من نفسه. يمكن أكيد تكلمنا هاشم من نقطة إلى دائرة، يعني أكيد نواف كانت له نقطة بداية في مجال الخط العربي، بس لو أرد شوي يمكن أكثر وأكثر، أنت ما شاء الله يعني نميت هالموهبة عندك من خلال دخولك للدورات يمكن، أو من خلال إشراف أحد الأساتذة الكبار في أنه يدربك ويطورك أكثر وأكثر في هالمجال. كلمنا عن مشوارك نفسه، شلون هل لقيت في صعوبة في تعلم الخط العربي ولا كل واحد يقدر يتعلم الخط العربي؟ أول شيء كانت بدايتي كانت موهبة. حلو. قمت أقلد أي شيء أشوفه. شوي شوي لين تطورت. أيه. والتحقت بمدرس اسمه الأستاذ حسام علي المطر، كاتب المصحف الشريف في دولة الكويت. نعم. وماخذ 8 على العالم. فهو اللي درسني. أوكي. فتطورت شوي، لأن الكل يقدر يتعلم بس إنه يبي له دراسه، يعني مو نفس مهاره واتقان اكيد، لان اعتقد أكيد في كثير من انواع الخطوط العربي لازم الواحد يتمكن منها يعني ويعرف شلون يكتب ويخط الخط. اي في مقوله تقول كل رسام خطاط وليس كل خطاط رسام. الرسم يجي من موهبه، اما الخط يجي بالتعلم، وممكن يكون في موهبه اوكي طبيعي، بس هم يعني هذا يعتبر دراسه اكثر من انه هو يكون موهبه. يعني لو واحد مثلا ما عنده موهبه يقدر ان يدرس ويصير خطاط. عدل صحيح. أيه. اكثر شيء تي مع الممارسه. أيه. اكثر شيء خلونا نقول الخط اي مع الممارسه، لكن مو كل انسان يقدر يطور هذه الموهبه ويصقل هذه الهوايه والوقت اللي كان يضيعه بطريقه ايجابيه ويحولها الى مصدر دخل، او خلينا نقول مدخول جميل يكون ثابت او يكون حتى اكسترا على مدخوله اللي يتخلى كل شهر. شلون قدرت تنمي الموهبه هذه لين وصلت مرحله انها تصير مدخول ثابت لك؟ الخط العربي كان يعني بدون مبالغه كان يعني كل حياتي، انا وين ما اروح معي قلم. على ايام المدرسه كنت بالصف اقعد اكتب، مرات مدرسين اذا ما نقول يخلوني اكتب على السبوره. حلو. فالخط العربي كان يعني بكل حياتي، كنت اشوفه بكل شيء، فانطبع فيني وخلاص ارتكز فيني. ففكرت اني ليش ما اصقل موهبه الخط العربي على شيء ممكن ان اخذ منه مردود، يعني لان الخط العربي يعتبر مصدر رزق. فشغلت على وايد امور والحمد لله. مستعدين احنا ان نطور هذه المواهب وايضا نصقل هذه المواهب ونتكلم على حذا الكلام اللي اخونا نواف قاله، لكن خلونا نطلع هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم مره ثانيه. يعني حلو الواحد
بالفعل انه هو يطور من نفسه ويتمكن اكثر واكثر من خلال وجود خط عربي. بس لو بتكلم يمكن عن الخطوط العربيه، اكيد في لها انواع كثيره، وفي البعض يعرف يمكن انواع الخطوط العربيه المعروفه اللي تمر علينا دائما، بس يا ريت تعرفنا كونك ما شاء الله عليك يعني راعي موهبه وانسان مبدع بهالمجال، انواع الخطوط العربي. في انواع وايد للامانه، فبتكلم عنهم بشكل بسيط. اول نوع اللي هو اساس الخطوط كان خط الكوفي، بعدين تطور قام يتفرع من كذا خط. عندكم حلو. خط النسخ اللي هو خط القرآن الكريم ويعتبر من أصعب الخطوط. ظهر هذا الخط في تركيا. بعدين عندكم خط الرقعة، خط بسيط وسهل وكلنا نقدر نكتب فيه اللي قاعد تشوفونه. بعدين عندنا خط الديواني كان يكتب في الدولة العثمانية اللي هو خط العثماني مثل ما تكرم. صحيح. فكان يكتب حق الملوك. بعدين الجلي الديواني، كلمة جلي باللغة العربية تعني يعني كبر الشيء او يعني مثل فوكس عليه. بعدين نشوف نواف يعني كلامك على متمة بعض اللوحات او بعض خلينا نقول الخطوط الجميله اللي انت خطيتها بيدك. مشكور حبيبي. العفو حبيب قلبي. اي فعندنا بعد خط الثلث هم يعتبر من اصعب الخطوط، وفي عندنا النس تعليق اللي هو الفارسي، وعندنا خط الاجازه اللي هو تقريبا تقدر تقول يعني خلاص اجازه الخطاط، يعني يصير عنده نقدر نقول عنه خطاط يعني. شلون خلينا نقول تفرق ما بين شخص يخط جميع هذه الخطوط وشخص يخطها وما يخط خلينا نقول خط الإجازة؟ خط الإجازة هو عبارة عن مزيج بين خطين اللي هو خط النسخ وخط الثلث. إذا تمكن الخطاط من هذيل النوعين من الخطوط يصير عنده إجازة، والإجازة يأخذها من الأستاذ يسافر معه تركيا وتصير عنده إجازة بالخط العربي اللي هي شهادة معترف بها من الجامعات اللي موجودة بتركيا. فيعني مو وايد صعبين انك تفرق بينهم لان خط يعني جدا جميل ومختلف عن باقي الخطوط. حلو ممتاز. انزين خلينا نقول وصولا من انت يا المدخول اللي انت قدرت تطلعه من هذه الخطوط الجميله، قمت تسوي وركشوبس، قمت تسوي دورات، قمت تسوي خلينا نقول ورش تعليميه، شلون وصلت ايضا الى هذه المرحله نواف؟ والله هذا الفضل يرجع حق الله سبحانه وتعالى، بعدها يرجع حق استاذي. فمن كثرة الدراسة والتدريب فوصلت الحمد لله لمستوى، بس لحد الحين يعني خط العربي يعتبر بحر ما راح ينتهي يعني. فبعدها لما تطورت شوية قمت أشوف نفسي أني أنا أقدر أدرس، أقدر أفيد الناس باللي عندي، لأن خط العربي يعني مو بس خط عربي أو فن، لأن هذا يعتبر رسالة. صح. لأن احنا نكتب آيات قرآن الكريم فهذا يعتبر رسالة حق الناس. أكيد ممتاز. إذا حلو الواحد أنه يتعمق أكيد وتكون عنده يمكن خلفية عن الخط العربي، والأجمل أن الواحد يتعلم ويحرص على نفسه أكثر وأكثر أنه يدش يمكن دورات يتعلم إذا كان حاب هالشغلة هذه، يتعلم الخط العربي وأنواع الخط العربي. فكرت نواف يوم الأيام تسوي لك دورات أو ورش أنك أنت تعلم الغير وتعطيهم من إبداعاتك وموهبتك في أنهم يتعلمون يمكن أنواع الخط العربي وشلون الواحد يقدر يكتب مهارة؟ أنا حاليا قاعد أعطي ورش، وقبل كم أسبوع تقريبا كانت عندي ورشة حق حلو. الخط العربي باسم حسن خطك. كانت حق جميع الأعمار من 9 سنين لفوق، حق إذا أحد بيحسن خطه وإنه بيدش مجال الخط العربي. وللحين أنا قاعد أدرس يعني بشكل دوري، إنه قاعد أدرس بجامعة الكويت. حلو. الأجانب اللي موجودين في ناس يوم من برا يدرسون، ف خطهم شوي ما يعرفون عربي كلش، ف ضروري الواحد يحسن خطه، خصوصا احنا نتكلم على التاسيس يمكن بعد هاشم الطفل لما يدش الابتدائي ويتاسس، فحلو ان الواحد يعني ما شاء الله انا قاعد اشوف يركزون عليهم في يمكن كثير من الحملات، حمله حسن خطك، عدل خطك، وفيهم يجون ما شاء الله خطوطهم هي يعني بيرفكت ورائعه جدا. فجزاك الله الخير على هالورشات الحلوه اللي بالفعل تمكن الواحد من انه يعدل خطه، وحلو الانسان لما يكون خطه حلو كافي. الواحد لما يشوف يعني الخط حلو تنفتح نفسيته. هل صحيح نواف واماني مثل ما يقولون الانسان لما يشوف الخط الحلو تنفتح نفسيته؟ انزين انا جيت وخذيت دوره عندك وحسنت خطي بطريقه مبتدئه، انزين اقدر ادش مثلا دوره متوسطه انترميديت، اقدر ادش دوره متقدمه، الدورات اللي عندك فيها مراحل معينه، فيها خلينا نقول من الواحد يبلش طبيعي عادي وصولا الى المتقدم والخطوط الصعبه، تقدم هذه النوع من الدورات؟ شوف الدورات يعني لو بنقول يعني اطول دوره ممكن انها تكون يعني كم شهرين او 3 اشهر، صعبه حيل انك انت أكيد. يعني تتقن الخط بشهر ولا شهرين، يبي لك يعني عمر، يعني احنا قاعد ندرسها يعني على 4 سنين، يعني منهج كامل خط النسخ مثلا 4 سنين 3 سنين على حسب يعني انت وتدريبك، والتدريب يعني يعني انا قاعد ادرب من الساعه 1 الظهر ل 8 بالليل كتدريب حروف يعني، فيبي لك وقت شويه. فالدورات يعني اوكي تعطيك فكره وبيس او اساس يعني،
بس انه لازم تكون الدروس هذه ماشيه معك طول حياتك، لازم تستمر تدرس. انه ممارسه واستمرار. اي ممارسه لازم تستمر. حلو. احنا ما نبي نطيح يعني من معنويات الغير اللي حاب يتعلم، يقول وي 4 سنين مشوار طويل اقعد اتعلم يمكن من خطا. على حسب. بس اكيد يعني على حسب يمكن موهبه الواحد. تدريب اذا استجاب للتدريب بسرعه ممكن تختصر 4 سنين يمكن بسنتين عدل. فاكيد الخط العربي له ادوات كثيره. واكيد في يمكن بعض الادوات اللي هي مخصوصه للخط العربي، فانا قاعد اشوف ما شاء الله اليوم نواف داش مع العده ورتب العده على الطاوله وحطهم ونسقهم. بس نواف انا يمكن شد انتباهي بوجود ريشه حلوه يمكن او اقلام وريش، وعندك بعد اي يمكن السائل اللي تستعمل فيه، يا ريت تكلمنا عن الادوات تشرح لنا اكثر كل اداه تخص شنو. ان شاء الله. هذه المحبره. المحبره يكون فيها حبر ويكون فيها مثل خيوط لو تشوفين. حلو. خيوط. اوكي. رقيقه تكون ضعيفها وايد. ايوه. اسمها ليقه. الليقه عباره عن حرير طبيعي. الليقه. اي ليقه يكون فيها حرير طبيعي عشان تحفظ الحبر تمسكه وما يعفن الحبر. ممتاز. ونحط مرات ماء مغطر عشان يحفظ الحبر وعشان هم ما يعفن. حلو. في طلب خاص زين واصلنا من الكنترول، طلب جميل جدا، يقول لك يا نواف اذا استطعت انك تكتب لنا كلمه شباب ويليها كلمتين اللي هما قول وفعل. شباب قول وفعل بطريقه جميله، نكون شاكرين لك. وخلال حديثنا وخلال حوارنا مثل ما يقولون في هالحلقه الرائعه لانها مختصه باللغه العربيه والخط العربي وايضا التاريخ العربي، انا يعني اعشق خط الثلث. خط الثلث زين يعني خط جميل جدا، لكن مثل ما قال اخوي نواف من اصعب الخطوط. نعم. شنو الخط اللي انت تحبه يا نواف تحب تكتب فيه؟ انا الخط اللي اقرب لي صراحه خط الديواني. الله. لانه يعني رقيق ورشيق ويعني بسيط. نعم. وحلو. خفيف بسيط. اي ورشيق بعد. حلو. فخط الديواني حلو. انا قاعد اشوفك ماسك الريشه بعد هذه اللي تكتب فيها. ايه. عدل. هذه يسمونها يعني هذه من سيليكون بس انه يعني اقلام الخط العربي نسميها قصبه او بوس يعني. حلو. قصبه او بوس. اي وهذا هذا نوع ثاني اسمه طومار. طومار. حلو. ايه. انا اشوفها بعد ما شاء الله عليه زخارف. اي. حلو. اذا يعني خلينا نقول في ادوات معينه زين. من خلال كتابتك استمر بالكتابه. نبي هل الخطوط العربيه تعتقد ان في خط كذي يعني خلينا نقول انه ممكن يكون اصعب خط شوي من الخطوط العربيه؟ اي هو شوفي بالخط عموما يعني انا ما بحبط المشاهدين بس انه ما في شيء سهل بالخط العربي للامانه يعني. حلو. فكل شيء يبي له تدريب وكل شيء يبي له ممارسه. فبالنسبه لي يعني وبالنسبه حق اغلب الخطاطين يشوفون ان خط النسخ وايد صعب يعني اللي هو خط القرآن الكريم، احنا نشوفه بسيط بس في وايد تفاصيل ووايد دقة وهو تقريبا يعتبر يعني أساس الخط العربي. حلو. الخط هذا خط النسخ اللي يكتبون فيه كتاب الله الجليل، خلونا نقول الخط هذا هل يعتمد اعتماد مباشر وكلي نواف على سالفة التشكيل والأمور اللي موجودة فيه؟ يعني الواحد يقدر يكتب خط النسخ من غير هذه الأمور ولا يفترض أنك تضيف هذه الأمور على الخط اللي أنت كاتبه؟ هي يعني تعتبر قواعد حق الخط العربي اللي هي النقط اللي تشوفونها مثلا حرف الالف لو شايفين 5 نقط او شيء كذي هذه تعتبر قواعد حق. حلو. الخط العربي مثلا حرف الالف 5 نقط اذا زادت عن او انقصت عن 5 نقط او يعني 4 نقط صارت تعتبر انه يعني غلط فلازم يعني في قواعد ونقط وقوانين يعني في تشريح ما تشريح وداشه فيها صرفة النسبة الذهبية. حلو. يمكن هاشم اكيد يعني ما شاء الله كونك انت اكيد عندك خبرة اكثر واكثر يعني زميلي هاشم دائما يتألق في بعض الرسومات في بعض التخطيط. الخط العربي حلو الواحد انه يتعلم، مو بس هو يتعلم، يعلم نفسه ويعلم عياله، لان الخط العربي مهما رحنا ومهما ردينا يبقى هو اكيد الخط الاول عندنا اكيد وعند كل العرب والمسلمين. فحلو الواحد انه يتفنن يمكن ويتعمق ويسأل، مو غلط ولا عيب انك انت تدش دورات وتتثقف اكثر أكثر من خلال وجود شباب قول وفعل أبدعوا في يمكن الخطوط العربية. ولا ايش رايك هاشم؟ يقول لك حالات الثوب رقعته منه وفيه، فلما يطلع شخص مثل اخونا نواف الرحماني. أيوة. ويقعد يخط باللغة العربية فهذا ثوبنا وما نتخلى عنه، لكن لما تطلع ايضا خلونا نربطها عشان راضي البنات ونراضي النسوة مثل ما يقولون. زين نون النسوة ترى شيء جميل جدا. الله يا رب العالمين وهبنا اياه. فيا اماني يا من تنتمين الى نون النسوة في براندين، واحدة ايطالية والثانية امريكية. الامريكية اسمها كريمنال براذرز، طبعا الاسم كلش ما له دخل بانتهاء. كريمنال براذرز يعني الاخوة السارقين. حلو. انزين كريمنال براذرز يعني ايضا ما تفصل
أي شغلة من قطعها إلا وتحط عليها طبعا كاليغرافي عربي، أحرف عربية بس تكون مفصولة، وتحط على التعالي شوفي أنت، تحط لك إشي ثلث يم ديوان يم معرف إيش، بس المهم أنها تحط الأحرف العربية. وفي بلود براذرز، هذه يعني ما أدري ليش كريمنال براذرز وبلود براذرز اللي هي إخوان الدم، زين هذه إيطالية ولا لها لا ارتباط لا مباشر ولا كلي بالبراند الثانية أيضا. كل تصاميمهم عليها كلمات عربية، وكل كلمة تعني شيء معين. هذا احلى شيء لما تشوف بالفعل هالبراند هذا يحمل يمكن لذة الخط العربي او نكهة الخط العربي، الواحد يستانس ويستمتع ان هالخط هذا العربي اللي نفتخر فيه، وهو اكيد العربية لغتنا، نستمتع. حلو الانسان لما يتفنن بهالمواضيع هذه، خصوصا اذا كانت في رسومات تعبر عن هالشيء. انا شفت يمكن كثير من الفنانين اللي يمكن ابرزوا نفسهم بنفسهم في رسومات معينة، وجذب انتباهي هاشم ان هالرسومات هذه تمثل الكلام اللي مكتوب في بالخط العربي. يمكن بعد ما شاء الله نواف جايب لنا كتيب وملف راح يتكلم عنه أكيد، بس من بعد ما ينتهي من يمكن تخطيطه لشباب قول وفعل. لما ينتهي أنا قاعد أشوف يعني ما شاء الله شيء يعني رائع وجميل جدا، وأبي أطري يعني شيء بالشيء يذكر. اللي حابب أنه يشوف أشعار دايم السيف الأمير خالد الفيصل مخطوطة بخط عربي جميل جدا على مساحة خلونا نقول حائط أو حائطين أو ثلاثة، ما عليه إلا أنه يزور مقر أختنا فرح البابطين زين جروب، اللي هو مقر الإبداع الجميل اللي تبيع فيه جميع الأشياء المتعلقة إنزين بحياتنا اليومية، بحياتنا لما نبي نهادي شخص، وبحياتنا الاجتماعية. دائما هناك في أشياء رائعة من كلمات دايم السيف الأمير خالد الفيصل مخطوطة على يعني لوحة جدارية كبيرة، طبعا هي الطوفة في كل مكان تدخلونه في هذا المكان، هو الشيء بشيء يذكر. لكن طبعا اليوم نجم حلقتنا وضيف حلقتنا اللي ما لنا غنى عنه كتب لنا شباب قولوا فعل، لأنه هو شاب قولوا فعل أخونا نواف الرحماني. نواف ضيفنا المبدع نواف الرحماني أبدع في الخط العربي، ونهاية مع يمكن قاعد نشوف تخطيطه لكلمة ولبرنامج شباب قولوا فعل، وأنت قولوا فعل على يمكن هالخط الجميل اللي بالفعل يمكن رفع فيه اسم الكويت ورفع في اسم كل كويتي شاب ابدع في مجال الخط العربي. صراحه ابداع تبروز هذه راح نحتفظ فيها هاشم، ها تبروز هذه وتعلق بالاستديو وما لنا غنى عنها وعن انت يا ابداع اخونا نواف الرحماني. الله اخوي نواف، لو خذانا الفضول شوي وقلنا الملف اللي حاطه امامك شنو يحتوي عليه؟ هذه عباره عن دروسي. حلو. من استاذي هذا بعض من الدروس تحتفظ فيهم طبعا هالدروس هذه تكون لك مرجع. تفضلي. هذه نقول اللي انت تلقيته طبعا في الامور. ممتاز. في تركيا او في الكويت؟ اي في الكويت. في الكويت. حلو ممتاز. انزين لو نقول شغله تربط ما بين تركيا وما بين العالم العربي، يمكن الثقافه الاسلاميه متاصله في تركيا، لكن شنو اصعب انواع الخطوط اللي يعلمونها تركيا ويتلقونها، يعني مو بالنسخ خلينا نقول او بالممارسه، اللي هم يعني يعلمونا اياها كاتراك ويتلقونها جميع الدارسين سواء كانوا عرب ام مو عرب؟ هم طبعا بالجامعات التركيه يدرسون كل الخطوط. حلو. بس اصعب خطين ومن وجهه نظري واغلب الخطاطين يعني ما اختلف على الكلام، اللي هو خط النسخ وخط الثلث. خط النسخ والثلث يعتبر هو اساس، يعني اذا يعني مثل ما تقول اذا اتقنتم تصير باقي الخطوط تصير عليك سهله. خط الثلث رائع، يمكن انا لو يعني اتقن هذا الخط ابطل ممارسه اي شيء اخر، بس اقعد واقعد اخطط هالشعر بخط الثلث اي ما اهد الاذاعه والتلفزيون وكبرهم ما اعتقد يهدى، لان هي اساسا يعني شيء يعشقها هاشم وبدمه اكيد. فحلو الواحد انه يمكن يكون كل خط قريب من قلبه. بس يمكن انا بسال نواف الرحماني عن اقرب خط لقلبك، يمكن قلته انت، بس ابي اتاكد ان هل الخطوط العربيه بالفعل تاثر على واحد بحياته؟ اي اكيد. يعني اول شيء احنا قاعد نتعلم الخط العربي مو بس عشان هو فن او احنا عشان نحبه، اي يعني ندرسه عشان غايتنا ان احنا نكتب القران الكريم. عدل. فانت لما تين تكتبين لما تين تقرين القران الكريم فهذا ياثر على نفسيتك وترتاحين، فما بالك انت تكتبين يعني ايات او صور قرانيه او احاديث او حكم مثلا، فطبيعي يعني العقل الباطني راح يتاثر بهالشيء طبيعي. ممتاز. انزين شلون تشوف خلينا نقول مو اقبال الشباب، شلون تشوف انتشار فن الخط العربي على مستوى العالم؟ احنا
احنا يمكن ذكرنا براندات، ذكرنا ديزاينرية، ذكرنا ناس معينين، لكن انتشار الخط العربي على مستوى العالم بين الخطوط. للأمانة يعني العالم يعني ممكن نقول بتركيا، بدبي شوي شوي قامت تطلع، الكويت فيه يعني يعني لأن هذا يعني يعتبر فن إسلامي، ف يعني أغلبها بالدول الإسلامية، فما تلاقيها يعني انتشار على كل العالم. ممكن تلاقي الخط الإنجليزي أوكي ممكن، بس إن خط العربي شيء ثاني. بس ما عندنا نفس خطوطنا أكيد. ما عندنا نفس خطوط والله. أكيد تم لنا إحنا يعني خلينا نقول الخط مميز. الدورات اللي خذيتها نواف واستفدت منها أكيد كانت لك استفادة أو هدف معين وصلت يمكن وصلت له، فياريت تكلمنا من خلال يمكن هالدورات هذه شنو اللي استفدت منها، وما شاء الله من خلال هالمرجع اللي عندك ومن خلال استمراريتك يمكن في تقديمك بعد لكثير من الدروس بالخط العربي. والله شوفي الدروس طبعا مستمرة يعني لقدام إن شاء الله، فهذه اعطتني يعني الامكانيه اني انا ممكن اساعد شخص مثلا يحسن خطه او انه يدش مجال الخط العربي لو انا مو دارس او انا مو عارف، كان ما كنت هني الحين. فصارت عندي خبره واقدر اكتب الحمد لله. هذا الكلام الجميل زين اللي طلع منك اخوي نواف، واللي كاتبه ايضا اللي يقول تعالي واسقطي عطشا او تعالي واسقطي مطرا عفوا على عطشي وصحرائي. انزين احنا نبي نحرفه شوي ونقوله بالكويتي، وان سقطت مطرا علينا اليوم وكنت وديم وجزيل ما راح تكون خلنا نقول او ما راح نكون وفيناك حقك وما راح تكون اشبعتنا للامانه. ما تقصر الله يسلمك حبيبي. الكلمه الجميله الموجهه للشباب العربي من الخطاط العربي الرائع نواف الرحماني. اول شيء بس بوضح شغله اللي كاتبها استاذي مو انا. اوكي فعشان هذا حلو. انزين حق الشباب والله اذا في شيء ببالك لازم تحققه وما يكون في شيء قدامك، يعني لازم تكسر كل الحواجز، يعني لازم تتعب عشان توصل. فاتمنى اذا واحد عنده موهبه بشغله لازم ينميها ولازم يطور من نفسه عشان يسوي شيء حق الكويت. للأمانة يعني كلامك رائع وجميل جدا، وأنا أعتذر للأمانة يمكن أخوي نواف قال أن هذا الدفتر هو دفتر تعليمي من أستاذه، لكن يمكن أنا خلطت، أنا حسبالي اللي هو كان يتدرب فيه أو شيء. خطأي نواف مبدع سواء كان هذا دفتره أو مو هذا دفتره، والشاب الكويتي ظل مبدع لو هو كتب بيده ولو هو تعلم أو لو حتى مثل ما يقولون كان كتاب معلمة. أكيد بالطبع، وأكيد في الكل يمكن أو البعض قاعد يستفيد من وجود نواف وحاب أنه أكيد يتعمق ويتعلم. أكيد لك انستغرام معين يقدر الواحد يدش ويتواصل معك نواف، ليريت تعطينا الانستغرام اللي هو NAR 4 وحدات. حلو، راح يكون معنا اكيد كاويانا على الهواء. اللي حاب انه يتواصل مع نواف، اللي حاب انه يستفيد وياخذ دورات بالخط العربي ويحسن من خطه، يقدر يتواصل مع ضيفنا المبدع نواف الرحماني. راح نتواصل اكيد يمكن اكثر واكثر من خلال وجود ايضا ضيوف مبدعين ببرنامج شباب قل وفعل، ولكن من بعد هالفاصل.